ستات كتير بتشتكي ان شريك حياتها بطل يعمل اقل مجهود علشان يرضيها او علشان يكسب مشاعرها، وده ببساطة جدا لانه ضامن وجودها. عن العلامات اللي بتدل ان الراجل بيتعامل معاكي على انك ملكية خاصة وكأنه واخدك بشهادة ضمان وتعملي ايه علشان تحسسيه بقيمتك، هيكون موضوع حلقتنا النهاردة من خلطة مشاعر. في الحقيقة الراجل اللي بيتعامل مع زوجته على انها خلاص بشهادة ضمان وملكية خاصة ومهما ما هيعمل فيها عمرها ما هتقدر تبعد عنه، بيبقى له عدة علامات. اهم حاجة من هذه العلامات التوقف التام عن محاولة ارضائك في اي شيء، يعني اي حاجة كان بيقوم بيها قبل كده زمان علشان يكسب مشاعرك، علشان خايف عليكي ان انت تزعلي، عشان ما تفضلي جنبه، بطل خلاص يعملها، لانه ضامن ببساطة انك كده كده مش هتتكلمي وكده كده مش هتقدري تبعدي. الحاجة التانية انه يبطل الاستماع لارائك والاحاديثك، يعني لما تيجي تقولي وجهة نظرك في موضوع معين يتعامل بنوع من التجاهل، ما يهتمش او يرد عليك باسلوب في نوع من التسفيه لرأيك. يبطل يقولك شكرا على اي حاجة وكأن اي مجهود انت بتعمليه لارضائه حق مكتسب وخلاص، يعني مش من المفترض انه هو حتى يقول عليه ميرسي. يبطل يهتم باي شيء كان مشترك بيراضيكوا سوا، يبطل يقول اي كلام حلو، حتى اللمسات البسيطة اللي كان بيعملها زمان، تذكر عيد ميلادك، تذكر مناسبة جامعتكم، من حين لآخر انه حتى يطبطب عليكي ويجيب لك فيلم حلو مثلا كنتوا بتحبوا تتفرجوا عليه سوا وتتفرجوا عليه مع بعض، كل الحاجات دي بطل يعملها. ولو انتي قمتي وبادرتي بعملها هيتعامل بنوع من التجاهل، او هو انا فاضي، هو انا مش عارف ايه، انا جاي من الشغل هل كان، ولا كأنك بتعملي حاجة. طب لو انتي اكتشفتي ان زوجك في كل العلامات اللي بتؤكد انه بيتعامل معاكي على انك خلاص بشهادة ضمان واخدك كده از جرانتي ان انت خلاص يعني كده كده مش هت مهما عمل مش هتبعدي، ممكن تعملي حاجات عشان تحركه وترجعه ليكي مرة تانية وتتحركي مشاعره كده تجاهك. ممكن ببساطة شديدة حسسي بإمكانية ضياعك، يعني توقفي عن الدلقة الزايدة، توقفي عليه، توقفي عن إرضائه بشتى الوسائل، توقفي عن الحاجات اللي انت بتقدميها وهو بيعتبرها ان هي خلاص حق مكتسب ليه. ابدأي اهتمي بنفسك وانشغلي بيها، حسسي ان انت ليكي اهتمامات اخرى غيره، انك ممكن يبقى في حياتك اهداف اخرى غير البيت والاولاد والاهداف دي، يعني لو هو ما اضافش ليها وهو ما شاركيش فيها وهو ما حسسكيش باهتمام يعني بيكي وبتحقيق احلامك واهدافك ممكن تضيعي من حياته. يمكن لو عملتي هذه الاشياء يبدا يحس يراجع نفسه بقى، ايه الحكايه دي اتغيرت، ده بقى في شيء تاني شغله اهم مني، ده الاشياء اللي كان حاسس ان هي ملهاش اي قيمه لما تتوقفي عن فعلها، لا دي مراتي كانت بتعمل لي حاجات كتير حلوه، الحاجات دي تستحق اني اقول عليها شكرا. لو ده حصل ويعني ورجع لعقله زي ما بنقول ورجع لمشاعره الحلوة اللي كانت زمان، ده هيبقى شيء جيد جدا جدا في علاقتكم وهيساعد انكم تنعموا بالحب والاستقرار والسعادة. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة من خلطة مشاعر، يا رب أكون أفدتكم. أشوفكم الأسبوع الجاي في موضوع جديد وحلقة جديدة وخلطة مشاعر.